بتحب تسألي بابا ايه؟ اسألي بقى اسألي اللي احنا ما نعرفوش. انت هتعرف امتى؟ انت هتعرف بحبك امتى؟ بالظبط كده. لا دي شيرين بالنسبة لي الدنيا كلها. وهي بتحس بكده طبعا. اوف كورس. عايز تقولي له ايه طيب؟ بحبك. اتعلمت منه حاجات كتير قوي، يمكن انا ما كنتش حاسه وانا صغيره ان انا بتعلمها، انما لما كبرت اي كاتش بلاقي نفسي ان انا بحاول اتصرف زيك. طبعا كتير بفشل بس بحاول. لا لا ماشي. انا مره قلت لها كنت مبسوط منها، قلت لها اشكرك عشان بقيتي بنتي. وانا اشكرك عشان انت بقيت والدي. ما كنتش عايز ولد يا فندم؟ يعني مع البنت مش عايز ولد؟ ولا هي بنت ولد؟ لا انا كنت يعني هي اعتمد عليها؟ تعتمد عليها؟ اعتمد عليها في ايه؟ انا كنت عايز بنت. كنت عايز بنت. هي المفروض تعتمد عليا بقى. تحب تقول لها ايه؟ انا بحب فيها حاجه بتتكرر كل يوم. بتتكرر كل يوم ما تعرفش. يتكلم في التليفون. ازيك حبيبتي؟ انا سامع عامل ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ كله تمام؟ مش عارف ايه ايه ايه. يلا باي باي يا حبيبتي، باي باي يا حبيبي. اقول له باي باي يا حبيبي. انت بتحب بس استنى الكلمه دي. مامي قالت لي، انت عارف كده؟ مامي قالت لي حب، قصه حب. كلمه باي باي يا حبيبي دي انا وانا صغيره كان نفسي اتجوز واحد يشبه له بالظبط وشكله زيه وطريقته زيه.